ده هيخليني هسألك عن رأيك في مسألة إنه اللي بيحصل على الأراضي الفلسطينية دلوقتي، أنا في ظني إنه أدى بشكل ما أو بشكل كبير إلى إنه الناس أقبلت على الانتخابات. شوف، احنا كل ما بيحصل، مش بس اللي بيحصل في فلسطين، كل ما بيحصل حوالينا في المنطقة العربية، المشاكل الكبيرة اللي حصل لها، يعني احنا حوالينا في كل المنطقة العربية، سوريا فيها مشاكل، ليبيا فيها مشاكل، صحيح. السودان فيها مشاكل، صحيح. اليمن فيها مشاكل، يعني المنطقة العربية ملغمة بصراحة. لبنان مرت بمتاعب صعبة جدا، للأسف. العراق مرت بمتاعب صعبة جدا، فالمنطقة العربية كلها مرت وبتمر بظروف صعبة، فده يخلينا نتمسك أول شيء بالأمن والأمان، يكفينا رغم كل الصعوبات.